أنا أبارك للشعب العراقي أنه وصل إلى مرحلة هنالك من يتصدى وهو الإطار التنسيقي. نعم. وهذه خطوة كبيرة جدا يعني، رغم بعض الأخوة نعم. لهم رأي آخر. نعم. ولذلك أنا أرى أنه هالشكل أن الإطار التنسيقي اليوم شجاع وقوي، شجاع وقوي. نعم. خطوة نعم. شجاعة. نعم نعم، ويريد نعم. أن يشكل حكومة، وهذه بادرة جميلة نعم. جدا وقوية، وله ثقة في النفس. نعم. وثقته أنه يريد يتحمل المسؤولية. نعم نعم، ابتعد أنه اقترب من الديمقراط واقترب من السيادة. نعم. لكن يقول لك ماكو توافقات. موجودة هذه التوافقات، التوافقات يعني التوافقات موجودة، ولكن لا نريد إظهارها في العلن. نعم. توافقات موجودة، وتوافقات تخص شعبنا الكردي. عندكم توافق مع نعم الحلوسي؟ نعم نعم نعم، شعبنا كل المكون، نحن حكومة مكونات. نعم. ولذلك المكون السني يأخذ حصته إن شاء الله. نعم. كذلك المكون الكردي. نعم. ونحن أمام هذه الاستحقاقات. نعم. والاستحقاق والشراكة إن شاء الله قادمة وقوية. نعم. ولذلك أنه الثقة متبادلة وعالية. نعم. ويطمئن الجمهور، جمهور العراقي، بأن الحكومة القوية قادمة، وحكومة نعم. الخدمات قادمة، وحكومة أنه لا تستثني أحد نعم. من مكوناتها، أو لا تريد أن نعم. تلغي دور أحد. ولذلك اليوم أنه دورنا إن شاء الله القادم سوف يكون مثاليا نعم. وقويا، نتمنى هذا الشيء. وحكومة خدمات إن شاء الله إن شاء الله. لكن سيدنا يعني في نعم. ظل الآراء المختلفة بينك وبين السيد وائل، يعني تحدث عن الفشل وربما تكون حكومة فشل وماكو أي اتفاقات، وتحدثت عن حكومة وبشرى للشعب العراقي أنه هذه الحكومة ربما هي المصباح السحري اللي راح تحقق أحلام الشعب العراقي والمأساة اللي عاشها خلال 19 عام، شنو ثقلكم بهذا الموضوع؟ على شنو تعتمدون؟ شنو ثقتكم؟ من وين جاية؟ نريد نعرف. شوفوا.